الدفاعي مدروس من طرف فخر الدين، فالخطوط متوقع. وهدف، هدف لفائدة فريق الوداد، هدف بواسطة اللاعب لمسن أرسل الكرة مباشرة لمرمى الحارس كوحة، من أحسن الأهداف المسجلة في البطولة الوطنية. لمسن يرسل كرة قوية مباشرة لمرمى الحارس كوحة، وهذه كانت من اللحظات القوية لفريق الوداد، والهدف الأول لفائدة فريق الوداد جاء في اللحظات الأخيرة وفي الوقت المحتسب بدل ضائع. حتى كوحة يعني عجز عن صد هذه المحاولة، وفرحة جمهور فريق الوداد بهذا الهدف. كنظن بأنه المسن نابع عن الهجوم، لأن الهجوم لقى صعوبة كبيرة لتخطي الحاجزين، فبالتالي فكان الحل الأنسب للتسجيل هو القذف من بعيد لتخطي الحائط القوي ديال الدفاع ديال فريق الرجاء. يعني من هدف ولا أروع، من أحسن الأهداف المسجلة في البطولة الوطنية حتى الآن في الزاوية 90.